أهلا بكم. كشفت التحقيقات الكويتية مع شبكة غسيل الأموال التي ألقي القبض عليها أول أمس، كشفت تفاصيل العمليات المشبوهة التي تقوم بها هذه المجموعة وتورطها مع ما يسمى بمشاهير السوشيال ميديا. المزيد عن هذا الموضوع معي قيوة. دعنا نتابع في هذا المزيد عبد العزيز ومشاهدينا، إذ بحسب صحيفة القبس الكويتية فإن الأجهزة الأمنية رصدت بالفعل هذه الشبكة من خلال متابعة استمرت لثلاثة أشهر لحسابات على موقع إنستغرام لبيع الساعات الثمينة والسيارات الفارهة. وتبين خلال العملية عمليات المتابعة هذه وجود علاقة بين صاحب حساب الساعات ومقيم إيراني يمتلك مكتبي سيارات وسفريات يقوم بتحويلات لمبالغ كبيرة ويتواصل مع جهات خارجية. هذه الجهات الخارجية وصفتها القبس بالمشبوهة. وبحسب المصادر الصحيفة بالطبع، المتهم الإيراني أدين سابقا بقضية غسيل أموال في دولة خارجية مجاورة وأبعد عنها عقب قضاء العقوبة، وذلك بعد ذلك أتى إلى الكويت. أما المتهمون الخمسة من بينهم شقيقان كويتيان ومصري وآخر حامل الجنسية البلجيكية والإيراني والعقل المدبر للشبكة، جميعهم اعترفوا بأن مصدر الأموال هو تجارة الخمور، ولكن التحقيقات بمصادر هذه الأموال لا تزال قائمة. وكشفت مصادر لصحيفة الرأي الكويتية عن علاقة مشاهير السوشيال ميديا بهذه الشبكة وتمتعهم بالتمييز بالنسبة للتعاملات المالية، وكذلك شراء أحدهم لساعة ثمنها 80,000 دينار في ظل أزمة مالية يعاني منها العالم بسبب كورونا، فضلاً أيضاً عن تاريخ سفر إلى دول أوروبية تحديداً لندن وشحن سيارات فارهة لأحد المشتبه بهم وأحد مشاهير السوشيال ميديا. حيث كشفت أيضاً مصادر الصحيفة ومشاهدين أن التحقيقات أظهرت تعاملات مالية بين أحد المشاهير والمتهم الإيراني وترويج للسيارات التي يملكها المتهم في مكاتبه عبر وسائل التواصل، ما وسع دائرة التحقيقات لتطال أي شخص يتبين أنه على علاقة مع هذه العصابة. يذكر مشاهدين هنا أن الأجهزة الأمنية داهمت 5 مواقع منها مزرعة لمواطن كويتي بمنطقة الوفرة عثر فيها هناك على مبالغ مالية وكذلك سيارات فارهة وساعات ومجوهرات ثمينة.